السلام عليكم. حريق مهول يلتهم عمارة سكنية بمراكش. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية. اهتزت زنقة طارق بن زياد المتواجدة خلف شارع محمد الخامس بقلب جيليس في مراكش صباح يومه السبت على وقع اندلاع حريق مهول بإحدى العمارات بالمنطقة. وحسب شهود عيان، فقد اندلعت النيران في البداية في المحلات التجارية بالطابق الأرضي ومن ضمنها محل بيع العقاقير، قبل أن تمتد ألسنة النيران لتطال بعض الطوابق العلوية. وقد تم إجلاء جل المواطنين الذين كانوا يتواجدون في العمارة خلال الحريق، فيما تمكنت عناصر الوقاية المدنية قبل قليل من إنقاذ شخصين كانا عالقين بسطح العمارة التي اندلعت بها النيران. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو المباشر مباشرة من مدينة مراكش، وبالضبط في حي جيليز وراء كاري إيدن. احنا الآن تنتواجدوا أمام واحد محل لبيع الصباغة ولوازم الصباغة اللي شبت فيه واحد النار، وكما تعرفوا بأن محل التي بيع الصباغة أنه تكون عنده مواد هذا، فإن رجال الوقاية المدنية لقوا صعوبة باش يطفيوا هذه النار هذه، وهم الآن في استعداد باش يطفيوا هذه النار هذه على شكل نهائي.